أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول هذا السائل: يحفظ علينا بعض الطلاب كتاب التوحيد، وبالنسبة للأحاديث الضعيفة والآثار هل يكلفون بحفظها؟ مثل ما جاء في باب: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وفيه الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. يقول أحسن الله إليكم: يحفظ علينا بعض الطلاب كتاب التوحيد، فبالنسبة للأحاديث الضعيفة والآثار هل يكلفون بحفظها؟ مثل ما في باب: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وفيه الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا السؤال من العجائب، يعني بلغ بك الحد إلى أنك تشكك في كتاب التوحيد وما فيه من الأدلة؟ يعني الشيخ صار جاهل أو غاشي للمسلمين؟ هذا يحتمل أنك ترى أن الشيخ جاهل وأنه وضع في هذا الكتاب أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، أو أنه غاش للمسلمين يعرف أنها ضعيفة ووضعها في هذا الكتاب. ثم أيضا هذا الكتاب تعاقب عليها أجيال من العلماء ومن أهل الحديث ولم ينتقدوه بشيء، حتى جاءت حثالة في هذا العصر يدعون أنهم يعرفون الحديث ويعرفون، وصاروا ينتقدون هذا الكتاب أو غيره من كتب أهل العلم. والله هذه علامة شر، ما هي علامة خير. نعم.